هاد اليوم الدراسي هذا تي بعد تقريبا 5 سنوات من الاشتغال والعمل من الدعم والمواكبة والمرافقة لفائدة تقريبا 40 جمعية متواجدين على مستوى جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سهل القنيطرة. الهدف من هاد العملية ديال المواكبة بالدعم هي أولا تعزيز مشاركة وحضور المجتمع المدني في عملية تدبير الشأن المحلي بصفة عامة، وأيضا تعزيز آلية الحوار والتعاون والتشاور بين المجتمع المدني والفاعل العمومي. لقاءنا اليوم بمدينة الدار البيضاء تيجي في هذا السياق هذا، أولا نقفوا على يعني تقييم حصيلة التجارب اللي قادوها الجمعيات على المستوى الترابي من خلال المبادرات المحلية للترافع، وأيضا نتصنتوا الفاعل العمومي شنو هي الإكراهات التي تعوق باش تكون مشاركة حقيقية للمجتمع المدني في آلية الديمقراطية التشاركية. أكيد هناك صعوبات عند الطرفين، لا الجمعيات عندها مجموعة من التحديات خاصة على المستوى الداخلي وعلى المستوى المنظومة القانونية والمالية التي تؤثر عمل الجمعيات، وأيضا كنعرفوا حتى أن يعني الفاعل العمومي عندهم ما يكفي من الإكراهات، ولكن هذا ما تمنعش على أننا نشجعوا المبادرات اللي الهدف ديالها في الأخير هي تيسير مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صناعة القرار كيف نص عليها الدستور المغربي. خلال لكم العمل الميداني ديالكم، واش تشوفوا بان الجمعيات تقدمت بعرائض للمجالس المنتخبه خلال هذه الولايه الجامعه؟ بطبيعه الحال الجمعيات اللي واكبناهم حنايا تقريبا في اطار 10 مبادرات ديال الترافع، جلهم بدون استثناء قدموا عرائض وملتمسات، عرائض على المستوى المحلي اللي كان موضوع الشغل ديالها هو الاهتمامات وانشغالات الساكنه على المستوى المحلي، يعني من قبل المثال احتلال الملك العمومي، تهيئة فضاءات خضراء، الترافع من أجل مراكز سوسيو ثقافية للشباب أو النساء، أيضا كانت هناك مبادرات اللي كتهم إحداث المرافق العمومية في الفضاءات العمومية، المرافق الصحية عفوا في الفضاءات العمومية، كانت تهيئة مجموعة من الفضاءات الخضراء اللي مهملة في العديد من المدن، وبالتالي هذه المبادرات المحلية والعرائض اللي تقدموا بها الجمعيات اللي بناهم في هاد ال5 سنوات الأخيرة كانت كتهم بالدرجة الأولى الاهتمامات اليومية للمواطنين والمواطنات.